السؤال التاني ايه يا ام عبدالله؟ السؤال في حكم الموسيقى، يعني الموسيقى ولادي بيسمعوا اغاني اطفال وكده، انا ما بسمعش اغاني بس هم يعني كرتون وبرامج وحاجات زي كده. ايوه. ففي شيوخ قالوا ان مثلا في اواخر الزمان في ناس هيستحلوا الغناء، وان عقاب اللي بيسمع الموسيقى في جهنم هيحطوا في قدامه نار او حاجه زي كده، على حسب ما فهمت يعني. ايوه. انا ما بسمعش اغاني، بس عايز اعرف هي المشكله في الموسيقى ان ولادي بيسمعوا اغاني تربويه او كده بتبقى مصاحبها موسيقى، ده حلال ولا حرام؟ لا، بالنسبه اولا لاولادك كله حلال، لا شيء يحرم على طفل يبعث في نفسه السعادة والسرور والنشاط أبدا. سماع الموسيقى يا أختي اللي هو يحط في ودانه رصاص من جهنم يوم القيامة، هو اللي جايب كاسيت ومتعمد يحطه قدام كاسيت تاني طالع منه صوت قرآن كريم عشان يشغل الناس بالطبل والزمر عن القرآن. في حاجات كانوا بيعملوها الكفرة، بيشتروا لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ما اعتقدش ان فيه مسلم بيسمع موسيقى عشان كاره القرآن. الكون كله موسيقى، حفيف الشجر موسيقى، صوت النسيم على الغصون اجمل موسيقى. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ابا موسى الاشعري وهو يقرأ القرآن قال له أنا سمعتك امبارح أوتيت مزمارا، مش المزمار اللي هو الزمارة ولكن صوت حلو يعني، بس شوف التعبير، من مزامير داود. قال أبو موسى الأشعري أو كنت تسمعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال والله لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني كنت جودت أكتر وكانت الموسيقى ظهرت، مش اللي انا قلتها المره اللي فاتت لما الناس تخرج وتقول الله، لا، مجرد اعطاء كل حرف حقه من القران الكريم مع صوت. عايز اقول لكم عليه ان قد يكون الصوت جميلا موهبه، ده شيء لازم نعترف بيه، بيختلف من واحد للتاني. النبي عليه الصلاه والسلام قال لعبد الله بن زيد اللي شاف رؤيا الاذان علم الكلمات دي بلال لان صوته احلى من صوتك، فده موهبه بقى، وممكن الواحد يكتسب الصوت الجميل. وصدقوني والله العظيم لو نجحنا في ده هنلاقي اصوات غير مزعجه. اعمل بس كنترول على الحنجره، ما تفتحهاش على الاخر، وقلد الاصوات الجميله تبقى انسان جميل. اسمعي ما ليس فيه خروج عن السكينه والوقار، ومش هيخليكي لا تتنططي ولا هتلهيكي عن عباده أو عن ذكر. لكن أنا أقول حرام بإجماع، حرام على الإطلاق، يبقى مش أنا، يبقى حد تاني. لأني أنا بقول وعندي النبي عليه الصلاة والسلام كان يجي في السفر يقول من رجل ينشدنا الليلة. كان في من الناس اللي أصواتها حلوة أوي أوي خوات بن جبير رضي الله عنه، صحابي كبير جدا، فكان صوته جميل يطرب الناس بالليل. طبعا هم ماشيين في الطريق مفيش مجال للموسيقى. هي الموسيقى الكفر اللي فيها ايه؟ وهي نغم يسري عن النفس الحزينة بعض الوقت، لا كل الوقت. الهم مستنينا الحمد لله، وعندنا منه جبال.